سلام حبوبات، ان شاء الله يا ربي تكونوا كامل بخير وعلى خير. جيتكم اليوم فيديو جديد راح تكون الاول من نوعها اللي هي تشجيع منتوج بلادي. واول منتوج اليوم اللي هو لاسيغ او شمع مزيل للشعر غير مرغوب فيه، اسمه لولين. دونك الاسم اول حاجه عجبني في هذا البرودوي اللي هو الاسم، صراحه لولين سي ان نوفو نو مودرن تو. هو كما راكم تشوفوا الباكاجينغ تاعو يعني اون بلو اي روج، دونك تري بيان، حلو برشا. انا عجبني اللي فيه انه لا فيريتي الباكاجينغ تاعو اول ما تشوفيه دونك يعطيك واحد لونفي انك تشري هذا البرودوي. يعني ما فيش هذاك لي كولور اللي ما تجذبكش. باغ اكزومبل انا لي كولور اللي ما تجذبنيش ياسر سي كو باغ اكزومبل لو نوار لو بلون لو فير، هذه ما تجذبنيش ياسر، بصح تو سكي كولور اي تو دونك انا يعجبوني هاد لي برودوي. دونك هذه كنظره اولى. لازم نقول لكم حاجه البنات، انه مصداقيه لاشان تاعي انه نمشي مالغري لو برودوي يتبعث لي غراتويتمون اي تو، مي انا البنات راني نمشي بمصداقيه في لاشان تاعي. و لي بوين فور نقولهم و لي بوين فابل نقولهم في البرودوي. دونك هكا راح نبداو مع بعضنا في لي بوين فور. قلت لكم اول بوين اللي عجبني في هذا البرودوي الباكاجينغ تاعو. دونك اول حاجه كي نشوفو من برا يعجبني او يخليني نحب نشريه. ثاني حاجه، اي انسان تحب تشري ان برودوي تقرا واش فيه، باغ اكزومبل وينو مثلا وين تعمل مده الصلاحيه اكسيتيرا. اول حاجه كي نجبدو هنا كاين هنا اون عرب اي هنا اون فرونسي، هكا يعني زوج لغات متوفرين. الحاجه اللي نقراها هنا انه اول حاجه تبان لنا هنا اللي هي اون فيغ طبيعي 100%، فوالا طبيعي 100%. كذلك الحاجه اللي عجبتني فيه الدوزيام اللي هو يستعمل للوجه والجسم، وهذا الحاجه الملاحه. باغ اكزومبل دوزون اذا حبيت تعملي بيلاسيون للوجه تاعك وليبيلاسيون كامل لو كور تاعك، دونك تشري اون سول بواط، يعني تشري ان سول برودوي تستعمليه في قداش من حاجه. الحاجه اللي عجبتني الثالثه اللي فيه انه هو منتوج جزائري 100%، يعني يصنع هنا وراهو كيما نقولوا نحنا ينافس في اكبر لي سيغ المتواجده. الحاجه الاخرى اللي عجبتني اذا حليتولكم باش تشوفوه بيان البنات، شوفوا من الداخل كيفاه يجي. فوالا هاو كيفاش يجي من الداخل، كبير صراحة. يعني البرودوي اللي فيه فوالا هذه كامل هي الرجينة كما يعيطولها صحاب الجي. الرجينة احنا نعيطولها دونك لا سيغ نورمال، دونك بون فرونسي سي اون سيغ ديبيلاتوار للفيزاج الكور. الحاجة قلت لكم اللي عجبتني فيه انه تو تيب دو بو. باغ اكزومبل اذا كنتي انت عندك اون بو سنسيبل يوالمك، اذا عندك اون بو غراس يوالمك، اذا عندك لا بو سيش خاصه انا وعليها انا عجبتني. باغ اكزومبل انا عندي اون بو سيش، كي شوفوا عندي اون بو سيش اي سنسيبل. باغ اكزومبل كي نيبيلي اول حاجه تولي البشره تاعي جافه، وثاني حاجه يطلعوا لي لي بوتون، وهذه الحاجه اللي كانت مخوفتني من قبل. انا جينيرالمون ما نستعملش لا سيغ، قلت لكم نستعمل لا كريم. مي الخطره هذه قلت بوركوا با نجرب بلكش نبدل الفكره تاعي. ايفيكتيفمون الحاجه الاولى انه مالغري كو لا بو تاعي سيش، مي ما حسيتهاش سيش بعد ما نحيت يعني بعد ما عملت ليبيلاسيون تاع لو كور تاعي، ما حسيتهاش فريمون سيش ويبان هذيك التشققات. لا هذه الاولى اللي عجبتني. ثاني حاجه اللي شويه كانوا يطلعوا لي انا بزاف الحب كي نحي بلاسيا، المره هذه صح طلعوا لي كلكو بوتون، مي كلكو بوتون يعني طلعوا لي اليوم الاول ومن بعد اليوم هكا مع العشيه، باسكو انا عملتها الصباح مع العشيه هكا بداو يروحوا هذوك لي بوين الصغار كامل. بقول لي كلكو بوتون هذه لا غالب، انا نعاني من قبل ماشي غير هاد لا مارك، يعني انا نعاني من هذا الاشياء. الحاجه الوغ التوب ولا الاكتشاف اللي عجبني في هاد لو برودوي، وصراحه انا كنت فيليسيت فيليسيت هاد الانسان اللي خدمه، قلت له برافو باسكو فريمون دركا لا مود تاع الوكس. صراحه البنات راهم
عادوا يلتجؤوا للوكس. تقول لك انا في الصيف باي اكزامبل ما عنديش وقت نعمل بلاسير تذوب وفيها خدمه وتعيي ايتو، ونعمل الوكس خير ما يذوبش وينحي كيما لاسير وتبقى نفس المده. هذه يعني الاولى. مي اللي ما شفتوش في ليسير الاخرين، يعني بلا ما نهضر على لي مارك، اللي ما شفتوش في ليسير الاخرين انه هذه ما تذوبش. صدقوني والله العالي العظيم، يعني نحلف لكم البنات يعرفوني اللي ما فيني يتابعوني، كي نقول انا حاجة ما نرجعش فيها. يعني جربتها في يعني عملكم في الشمس، والله كانت 42 دوغري يعني هنا في سخانة فريمون، وكنت قاعدة نخدم فيها باي اكزومبل وثمثم تتخدم صراحة. دونك انا واش نعمل بنات باش نقول لكم كفكرة، برك نعمل كلكو جوت تاع الماء باش ما تعينيش برك، دونك خرجتها من قبل شويه برا. دونك ديجا جيت نمس باي زوب اسكو ذايبه، نو لقيتها ماهيش ذايبه، راكم تشوفوا هي كانت برا دونك ما تذوبش. مي كي تعملوا كلكو جوت تاع الماء وتخدموها باي اكزومبل تري تري بيان، خلاص ما بقيتوش تخافوا تولي تبيض وتولي رطبه وتولي دونك مهما واش تخدموا ما تطراش. انا كنت حكمتها ربع ساعه وهي في يدي تو ما طرش كاريمون. هذه الحاجه البنات اللي عجبتني، وانتم جربوها وقولوا لي سير انستغرام ولا ميم في الفيسبوك. دونك الانستغرام تاعي راح نخليه لكم في البار دانفو البنات اللي ما عملهاش. دونك فتحت انا انستغرام وراح تلقوا ان بوست في اليوتيوب ولا حتى في يعني في لاباج على هاد لاسيغ. دركا كملنا لي بوين فور تاعها، راح نرجعوا بقات وحده حاجه وحده، انه تكفيك اون سول بواط هاد لا كونتيتي تكفيك تيبيلي كامل لو كور تاعك، دونك البرا جنو لي زيسيل اكسيتيرا، دونك تكفيك لارجومون. ما دايوغ هذه استعملتها ما استعملتهاش وحدي هاد لا كونتيتي، وكنت نحيت بها يعني قداش من حاجه. الحاجه دركا نرجعوا الحاجه اللي ما عجبتنيش، وهو ممكن الحاجه الوحيده فقط اللي ما عجبتنيش فيها، انه كي بجيت نخدمها كان فيها كلكو غران ولا بعض الحبيبات تاع السكر، يعني اللي ما ذابتش بيان جو سي با بوركوا. انا كنت يعني هضرت مع اللي عملها وقلت له، قال لي نو بوتيتغ اللي طحتي فيها يعني فهاد لو ديفو، مي الاخرين نو. دونك انا يعني اللي جربتها قلت لكم، مي مع تخدموها كي تبجي تخدمي بيان 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 وتعرفي كيف تخدمي وتحطي لها شويه تاع الماء وتخدمها، دونك يتنحى هذاك ليفي تاع هذاك الحبوب اللي موجوده في لاسيغ. هذه هي ابار سا، يعني ما كانش حاجه اللي فريمون ماشي مليحه فيها، كل لي بوين اللي فيها بوزيتيف. نقول لكم برافو برافو تاع ليكيب تاع لولين، هذا المنتوج رائع، اكتشاف جديد. انا واحده من الناس اللي راح نكون اول وحده تعود تشريه من لي بوتيك. البنات اكثر تفاصيل تلقوها في لاباج، تلقوها في الفيسبوك، دونك تلقوها في الانستغرام تاعي. راح نزيد نبقى نتواصل انا والانسان اللي يخدم فيها باش نقول لكم تحديدا وقت تدخل سوق اهراس ولي بوتيك اللي فيها، دونك الناس اللي سون انتريسي. هذه هي دونك المنتوج اللي كان معنا اليوم، ان شاء الله كنت خفيفه عليكم. نحبكم قد الدنيا، تهلاو في رواحكم، ا تري بيانتو.